بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لبنيك حجة ابن الحسن صلواتك عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد لصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنتني في دعائي ومسألتي فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في المهر ولم يكن له ولي من الضل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته.
الحمد لله الفاشي في خفي خلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجدوه الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجتي بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منه الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحببوا إلي فأتبغض إليك وتوددوا إلي فلا أقبل منك كأنني أتتمون عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري مسخر الرياح فارق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخالق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام
والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعادل، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعم علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمن. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. Dit stuk zou ik heel fijn vinden als iedereen meedoet. Allahumma salli ala Muhammad, abdika wa rasulika wa aminika wa safiyika wa habibika wa khiyaratika min khalqika وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى
وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سلطي الرحمن وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمره القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المتقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي أرضيته لا أبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا شري لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينا وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء
شيء من الحق مخافة مخافة أحد من خلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتظل بها النفاق وأهله وتعجل وتعجث وتجعلنا فيها من الدعاء إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وصد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعواتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأسوأ وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق إنا نشكو إليك فقد فقدنا نبينا. اللهم إنا نشكو إليك فقدنا نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاور الزمان علينا. فصل على محمد وآله. وأعنا على ذلك بفتح وبذر تكشفوه ونصر تعزوه وسلطان حق تظهروه ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ik ga nog één keer dua Faraj lezen, reciteren. Ik weet niet wat er was, waarom jullie de eerste keer niet meededen. De honger of wat dan ook. Maar nu gaat iedereen graag, zowel dames en heren, hieraan meedoen. Waarom? Zoals eerder gezegd is, dua's worden tijdens de maand Ramadan geaccepteerd. Er wordt geluisterd. Veel meer dan buiten Ramadan. En waar wij naar streven, Faraji Maulana. Dus gezamenlijk. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. Because